وينضم إلينا من الخرطوم يوسف سراج، الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ يوسف، ما الجديد إذن فيما توصلت إليه الوساطة الإثيوبية؟ نعم، هنالك إرهاصات تشير إلى اتجاه الطرفين ممثلين في المجلس العسكري الانتقالي، وهو إعلان الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض. حسب ما أعلنت الوساطة أن يوم غدا الأربعاء سيلتئم الطرفان في مباحثات مباشرة، وأعلنت كذلك أيضا عن توافق الأطراف على نسبة عالية جدا من المقترحات المقدمة، إلا من نقطة واحدة تتعلق بهيكل المجلس السيادي، حيث كان المقترح الوساطة الأفريقية نسبة 5+5+1، والنسبة التي وافقت عليها هو إعلان الحرية والتغيير، وأكدت على قبولها بأي زيادة بأي تمييز بنسبة أغلبية بسيطة لها في هذه في هيكل. لكن الخلاف في نقطة هي جوهرية جدا تتعلق برئاسة المجلس السيادي، حيث تطالب أو طالب المجلس العسكري في مقترحه بأن تكون الرئاسة دائمة، إلا أن قوى الحرية إعلان الحرية والتغيير تتمسك برئاسة دورية في هذا الملف. لكن أستاذ يوسف، لو تتذكر أنه الخلاف على المجلس السيادي مسألة قديمة، يعني إذا هل عدنا إلى المربع رقم واحد بين الطرفين أو بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري؟ نعم، هي نقطة الخلاف الأولى في بادئ الأمر، ولكن بعد تعليق المفاوضات وحدوث كثير من الأمور كان المشهد يختلف. على الأقل أن هذه المرة يتفاوضون على مقترح وساطة، هذه الوساطة الأفريقية. في السابق كان التفاوض بين الأطراف مباشرة، وكان عرضة للتنصل عنه من مرة إلى أخرى. أيضا كانت مسألة المجلس التشريعي في الوقت السابق عقب التوافق عليها بنسبة 67%، عاد المجلس العسكري ثانية لمحاولة التنصل منها بدعاوى أنه يطمح في أن تشارك قوى سياسية أخرى أو كافة ألوان الطيف السياسي في المجلس التشريعي آنذاك. لكن الآن وبإعلان الوساطة الأفريقية على التوافق حصرت الخلاف في نقطة هيكل المجلس السيادي. نعم، هيكل المجلس السيادي هو كان محل خلاف سابق، ولكن الآن يمكن التواضع على 5+5+1 بدلا عن 7+7+1. الشخصية المضافة على أنه توافق عليها الطرفين لتكمل نعم. عملية هيكل المجلس. نعم، كل ذلك لعله يعود إلى الجهود الحثيثة البزلة المبعوث الأمريكي. نعم، أشكر أستاذ يوسف وأكتفي منك أجرى بهذا القدر. جولات شملت دول عديدة، الكاتب والمحلل السياسي بالملف السوداني، شكرا جزيلا أو لها تأثير، شملت مصر، شملت الإمارات والسعودية. المبعوث الأمريكي له جهود واضحة في هذا المنحى. أضف لذلك هنالك أيضا مبادرات وطنية شملت جهود أو مساعي لرجال أعمال وأكاديميين. شكرا لك أستاذ يوسف، أشكرك، شكرا جزيلا، شكرا لك.